يوما بعد آخر تتزايد معاناة العاملين بالقطاع الصحي وشكواهم من الإهمال والتجاهل الحكومي بل والشعبي أحيانا للخدمات التي يقدمها كل فرد منهم. أزمة كورونا وتداعياتها أضافت أعباء لا تطاق على العاملين بالمجال الصحي سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو عاملين بالمختبرات لعملهم ساعات بل أياما متواصلة من دون نيل قسط من الراحة في ظل أجواء ملبدة بالمخاطر واحتمال الإصابة بالعدوى. مفوضية حقوق الإنسان أكدت أن فرقها رصدت ارتفاعا ملحوظا بنسب الإصابة بين الكوادر الصحية مقارنة بباقي الدول بنسبة وصلت إلى 6.6% من الحصيلة الكلية للمصابين بالعراق من بينها حالة وفاة. أقصى ما يتمناه العاملون بالصحة هو تقدير مادي أو معنوي لن يكون حتما مكافئا لما بذلوه من جهود، لكنه سيمنحهم دافعا وحماسا أكبر لخوض معركة كورونا، إضافة إلى تشريع قوانين تؤمن الحماية لهم من اعتداءات تكررت في الآونة الأخيرة من أهالي المرضى. أستاذ العزيز السلام عليكم. أنت مهم شوي لا تلجئون بالعباس أبو فاضل مورا كل شيء ما بيه. لا تأخذون شارع وتجيبون. استقروا حالتكم وش اسمه؟ لا والعسي بالحضرة حتى وصعدوا بالأسعاف ترى أرمي الأسعاف بعلى أرمي. بالعباس أبو فاضل طلع بندقية وأرمي الأسعاف. يلا شغلوا من أول. وحتى سيارة الشرطة اللي أرمي. ما صلى على محمد. وفي هذا السياق أعلنت حكومة إقليم كردستان وعلى لسان وزير الصحة بالإقليم منحها قدما للمتصدين في خطوط الدفاع ضد كورونا، إضافة إلى تقديمها الشكر للعاملين بالقطاع الصحي تثمينا لجهودهم وتضحياتهم. على الرغم من الانتقادات التي توجه لمستوى الخدمة التي تقدمها بعض المستشفيات والتي تكون محقة أحياناً بسبب ضعف الإمكانيات، إلا أن ذلك يجب ألا يكون سبباً في حرمان العاملين بالقطاع من نيل ما يستحقونه من تقدير لعملهم الإنساني.